اللهم صل على حبيب الناس وقينا يا حي من شر الوسواس. اللهم صل على حبيب الناس وقينا يا حي من شر الوسواس. وقينا يا حي من شر الوسواس. اللهم صل على حبيب الناس وقينا يا حي من شر الوسواس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الأحباب أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المتجدد، موعد برنامج ناس ونس. البيت، الدار، كلما أحكمت أساسها كلما كانت أقدر على مواجهة الزلازل والأعاصير، وكلما كان الأساس غير محكم سقط البيت وانهار لأدنى هزة. كذلك البيت الزوجي، إذا ما أحكم أساسه وكان متينا كان أقدر هذا البيت على أن يثبت، أن يستقر ويستمر. والأساس الذي أقام الله عز وجل عليه البيوت الزواج هي اثنين، قال لك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة، خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكينة، وجعل بينكم مودة ورحمة. أساسان، المودة والرحمة. تقول لي علاه ربي ما ذكرش غير المودة؟ يعني يكفي أن يتحابا وأن يتوادا، علاه ذكر الرحمة؟ وقال وجعل بينكم مودة، قل لك ما تكفيش. وإذا حبيت تعرف علاه ربي زاد ذكر الرحمة بعد المودة، إذا حبيت تعرف الحكمة تبع معنا هذا. اسمعي يا اختي، يا اسمعي، هذا قلب وقلب من لحمه، على بالك بلي ما قدرش نشوفها قدامي، ما نحبش نسمع حتى صوتها. ايه ملحنينه والله ما على بالي واش صرالو بين يوم وليله، ولا يشوف فيها كالشيطان حتى صوت نتاعي ما يحملوش. واش ندير؟ كيف كيف العجب وما يعجبوش. ايه ايه شنو على بالي تقولي لي هكذا؟ على بالي، على بالي، ولا حتى درت معها الدراري، وعلى حتى درت. اسمعي اسمعي، الله غالب. انا نرد له الهضره يا يما، انا نرد الهضره، تحسي كسر لي وجهي والله. معي قدام لولادي بهدلني، نص كلمه ما يسمحهاش من فمي. نقولوا انا يكرهني يا سيدي، ما يسقسيش على الاولاد، حتى الاولاد يكرههم. واش شايفيني راني عايش في العزوله في فلهنا؟ أنا جاب لكم ربي بلي أنا مظلوم فيها، والله ما على بالي وعلاش انتي ويما واقفين معها. أسمع أسمع، أقول لك حاجة، شوف أنا هذه حياتي حياة وحدة، وأنا حياتي نعيشها كيما نحب. كيف والله نتناقش معها؟ أعطاني الوقت نتناقش معها، هتيجي على الوحدة على الزوج تاع الصباح ويروح طول ديراكت يرقد. البارح برا قلت له ماشي وقت اللي تجي فيها هذا، تعرفي واش قال لي يما؟ قال لي
قال لي ما صبتش وين نروح، كون صبت ما نجيش نقابل الفطشه نتاعك. هكذا قال لي. ما تقلقيش روحك، انا تقلقيش روحك اما ما تقلقيش، انا ولفت ندبر راسي، معليش تغميت وحبيت نحكي معك برك، ندبر راسي. اي معليش، تهلاي في روحك انتي تاني، هاي بقاي على خير ماما. صح صح يا ماما صح. هيا بسلمة بسلمة. صح صح صح. حتى هو بمع. يا ربي لا خير سيد الراح، جينا خير. هاي لي سيدي مليح، حطت لي الزبدة باش ترهجني. يخي حالة يا أخي. عجبتك القهوة؟ راني طيبتها كيما تحبها أنت. عجبتك القهوة؟ كنت تعرفي واش نحب أنا؟ قهوة يهضروا عليها الناس. ها قهوة يهضروا عليها الناس. لا 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 لا، غير زيد اعطيني لا روسيت هكذا نروح ننشرها في الجرايد والناس يقراو عليها، ولا نديروها في لا لا. تعرف طيب القهوة خي خي حالة يا اخي. كون غير تجي اليوم بكري، الولاد وحشوك وحبوا يقعدوا معك شوية. يا وجهك صحيح ماينا، وجهك صحيح. لا اله الا الله محمد رسول الله. تجي بكري تجي بكري باش نقابل هذه الفريسه هذه. ها لا لا راني نقصر معاك، واش بيك؟ بصح قولي لي، قولي لي يرحم بابك يا حبيبه، كيفاش تغيب عليا هذا الوقت كامل؟ قلت على بالك بلي انا ما نصبرش عليك. دقيقه دقيقه حبيبه. عمي حسين دي هذا الفناجل هذو وجيب لي قهوه يرحم والديك. صحيت. مالا كيف يا حبيبه؟ قولي لي وقتاش يشوفك؟ لا لا نعرضك على شبرك هذا ما كان. لا لا والله والو يا لالا، ما تخافيش هذاك شغلي يا اخي. تعرفيني وش بيك؟ اسمعي اسمعي اسمعي، انا قلت لك ما بقاش قد اللي فات. اهلا اختي نورة. اهلا بك. واش قصدو؟ ما على باليش، على بالو عندي لي زاناليز، ما جا ما عيط. وقيل راكي صايمه من الصباح. ايه ما هذا موش الرجل هذا؟ هذا موش متحمل المسؤولية تاع الحياة الزوجية. شوفي روح لي وجدي صوالحك، درك الكلونديستار يستنى، درك نشوف واش ندير. والله العظيم غير هذا، هذه حلوة. الو صحا يدير. ايه راني عندك في الدار، عيطت لي. والله غير خيرة الرجال، خيرة الرجال بصراحة نقولها لك، خيرة الرجال. الله يهديك الله يهديك. صح صح. هاي اختي تكلم الله.
تنقش قد اللي فات وش بيك؟ أمور خفيفة هو. اسمع يا اسمع الله يهديك، أنا نقول لك كاين أمور حساسة شوية، هذا ما كان خذت الوقت. كما قلت لك ما بقاش قد اللي فات. إيه ها عمي حسين، مش مسحك؟ عندي هدرة معك، كلام نقوله لك. بس اسمح لي عمي حسين، أنا في التليفون، وش بيك؟ أغلق التليفون تاعك وهدر معايا. حبيبة من بعد نعود لك. صح، هاي بسلامة. صح صح، اتفضل اتفضل عمي حسين. زوجتك راهي تحت تستنى حبة تشوفك. تبعتني حتى له. ما تنساش يا سي إدير بلي هذه المرة اللي راك تتكلم عليها هكذا هي زوجتك، هي مات ولادك. بصح انا انا في الدار وما نحملهاش يا سي الحسين، وش بيك؟ ما نحملهاش، جاتني حتى لهنا نسمع سيرتها برك الشعر تاعي يطلع. يا الله اكبر. بصح هذه دقيقه كي كنت تتكلم مع حبيبه كنت فرحان، كنت طاير بالفرحه. حبيبه؟ شكون حبيبه هذه عمي حسين؟ وش بيك؟ حبيبه خالتي. انا ما تخلعنيش كي راك انت مدير ولا، انا نعرفك كي جيت صغير لهنا للشركه وكيفاش طورت باش وليت مدير. والمثل يقول اللي نعرف باباه ما يخلعوني ولاده. بصح واش كاين؟ واش كاين؟ خليني نزيد نكلم. انا اليوم نهار الاخراني نتاعي في الشركه، واللي في قلبي نقوله وما نخافش منك، لا مدير ولا حاجه واحده اخرى. هذه المراه هذه اللي راك تتكلم عليها هي زوجتك، مات ولادك، واللي انت ما تحملش اللي يتكلم لك عليها، وليت انت تشوفها جهنمه. الحب حقيقه تمر عليه يا مات ينقص. بصح مين الرجل نتاعك؟ ما تنساش بلي هذه المراه هذه هي امانه نتاع والديها عندك. بين بلي انت راجل. بصح هو يا عمي حسين، بصح هو كاين مجرابه دخلت في حياتك وخسرتك مع مرتك. عمي حسين ما تقولهاش مجرابه. نقول مجرابه ونزيد نقول مجرابه، وهي مجرابه. كل مره اللي تدخل على راجل هو متزوج وتحب تفسد له حياته وتفسد له مع مرته وولاده، انا عندي مجرابه وانت حب لك. عمي حسين وش أقول لك؟ على كل حال تسمح لي كنت واقيلا معك، لو كان إنسان واحد آخر من العائلة ولا يلزم يقول ليش هالكلام. بصح أنت عرفت باللي راك تكلم لي على صلاحي، وربي يفتح عليك ويرحم والديك. وسامح لي برك عمي حسين، يرحم والديك عمي حسين. لا مزيع، أنا راني نشوف فيك كوليدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. روح راهي تسنى فيك لتحت. زوجتك راهي تسنى فيك لتحت يا وليدي. صح عمي حسين. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله. إذن نظن الظاهر أنك عرفت الجواب على السؤال، علاه ربي لما ذكر المودة زاد الرحمة. الحب هذا شعلة المودة، لكن قد تخبو أحيانا وقد يبرد أحيانا أخرى في هذه اللحظات. إذا غاب الحب على ما يقوم البيت؟ يقوم على الرحمة، يقوم على الوفاء، يقوم على المروءة يعني الرجلة، يقوم على التذمم كما يقول العرب. لأن الحب هذه الشعلة قد تتوهج وقد يخبو نارها، تخبو أحيانا نارها قد. وهذه الحياة، الناس ينتقلون من حال إلى حال، ودوام الحال
من المحال الخطيبان تكون شعلة الحب بينهما متوهجة قبل الزواج. يجي الزواج على عامين روح شوفهم التشناف والتكسل مش عارف والهضرة الله يبارك ما كانش ورا ذاك الكلام المعسول وذاك بح ذهب كل شيء تغير. إذا ما تكفيش دائما المودة. وهذا الشخص قلنا له باش من خلاله نفهمه يبدو بالظاهر أنك خرجت بدرس من هذه التجربة. درس ودرس بليغ. عرفت باللي البيوت كيغيب الحب فيها تبقى الرحمة الرجلة الوفاء الحب ما هوش كل شيء. هذا هو المقصود. فهم بلي أحيانا الحب قد يبرد أحيانا قد كل مرحلة يخبو تخبو نار هذا الحب. نجي الرحمة هذا المخلوق رحمها كن وفيا لها كن وفيا لها وتذكر ولا تنسوا الفضل بينكم كما قال ربي عز وجل وتذكر الأيام الخوالي. إذا رأيت فيها عيب فيها حسنات كثيرة. ومنين جبنا هذا المعنى؟ جبناه من قول سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاء راجل يبدو حبي يطلق مرته قالوا ما نحبهاش حبي تعبنا حبي لك يديها يعني. شوفوا ايش قال الفاروق. جاء رجل إلى الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يريد طلاق امرأة وعلل ذلك بأنه لا يحبها. فقال الخليفة الراشد ويحك هل كل البيوت تبنى على الحب؟ أين التجمل والوفاء؟ أين المروءة والحياء؟ إن الإنسان ينبغي أن يكون في هذا تقيا. إذن كما قال صاحبنا في سكاتش الحب ماشي كل شيء. وهل تبنى البيوت؟ الأب تنشأ من الحب لكن العاطفة وحدها عاصفة لابد أمامها من نظرة العقل ومن التبصر ومن النظر إلى الأمام والتفكير والرجوع إلى الوراء حتى تكون وفيا لهذه المرأة التي في يوم من الأيام كنت شغوفا بحبها. الأيام هذا طول العهد فكن وفيا لها. لهذا ربي قال وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا خابت نار المودة توهجت الرحمة فقام البيت على الرحمة والوفاء والتذمم. كي قرينا قول عمر بن الخطاب شتو قول عظيم من حيث معناه وفي فوائد كثيرة ربما منها ما يلي. ربي أقام الأسرة على المودة والرحمة. الثمرة من الزواج أن تكون السكينة بين الرجل وزوجه في الفترات اللي قل فيها الحب تجي الرحمة وتأخذ زمام قيادة البيت. إذن أيها الزوج كن وفيا كن رحيما كن ذا مروءة. أين المروءة؟ أين المروءة؟ كي المروءة؟ الرجلة تتخليك هذه بنت الناس اللي جبتها شابة ثم الزمن دار دورته. إياك أن يسول لك شيطانك ويزين لك هواك أنك ترمي بنت الناس بحجة قال ما نحبهاش وقلب لا أبدا. كاين حاجة أخرى إما المدة هي التذمم هي المروءة هي الوفاء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله اللهم صل على حبيب الناس وقينا يا حي من شر الوسواس. اللهم صل على حبيب الناس وقينا يا حي من شر الوسواس. أثلج صدورنا علما ونورا فجاء
صلي على حبيب الناس وقينا يا حي من شر الوسواس. اللهم صلي على حبيب الناس وقينا يا حي من شر